فضيلة الشيخ عطية، نسمع أن بعض التجار يجلسون لأداء الصلاة في المسجد ثم يعقدون بعض الصفقات تبركا بوجودهم في المسجد، فما حكم الدين في ذلك؟ جاء في تفسير القرطبي في المسألة السادسة قوله: وتصان المساجد أيضا عن البيع والشراء، وذكر حديث مسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقال: وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن، كما جاء منصوصا عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. وذكر أيضا من رواية الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار وعن البيع والشراء في المسجد، ثم قال: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم قال بعد ذلك أيضا: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. هذا ما جاء في القرطبي. وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية كرهوا عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة، أما عقد الهبة ونحوها فإنه لا يكره. والمالكية قالوا مثل الحنفية تقريبا. أما الحنابلة فقالوا: يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد، وإن وقع فهو باطل. والشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلا للبيع والشراء على الدوام، وأما إن وقع ذلك نادرا فهو خلاف الأولى، إلا إذا أدى إلى التضييق على مصل فيحرم. فالخلاصة أن عقد الصفقات في المسجد في بعض الأحيان مكروه أو خلاف الأولى عند الجمهور، وحرام وباطل عند أحمد، واتخاذه لذلك على الدوام حرام عند الشافعية والحنابلة، وكذلك إذا أدى إلى التضييق على المصلي، وأرى حرمته إذا أخل بحرمة المسجد سواء أكان أحيانا أو على الدوام. روى النسائي والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. والله أعلم.